بسم الله الرحمن الرحيم. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابه ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره. وَإِذَا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا. وَلَوْلَا أَنْ ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. ما شاء الله. وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك.
إذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. ومن مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقل جاء ونزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وقل جاء ونزل من القرآن ما
أبصارها الحسنى صدق الله.